السلام عليكم، ياكم اخوكم محمد من قناة ام اكر. ان شاء الله اليوم عندنا حلقة عن البالونات تي دي 6. ان شاء الله حلقة حلوة تنال اعجابكم، واخليكم مع المقطع. وهلا بالشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير. اليوم حلقتنا عن البالونات، خلينا نشوف شو يصير ويانا بالمرحلة الحلوة هذه. الكلها بحر، اتوقع ان اللي هي تي هني تاخذ فرة، تي كذي تاخذ فرة ثانية وتطلع، ونفس الحالة من تحت. فنحتاج شيء يطق الاثنين. فأول شيء نسويه نحط لنا سنايبر، ونقول بسم الله. شباب نتلاقى براوند 20 إن شاء الله. ورجعنا لكم شباب، حاليا راوند 23، عشان نحتاج نسوي بس هذا عشان يكشف لنا أشياء سوالف الداهية بعدين. هذا ولا دقيقة لا يكون غلط، يا الله غلط يا عمري. لازم أبيعه، بس قبل أبيعه خلنا نستفيد منه. اليوم بحاول اوصل هذه ماكس ليفل، فنحط لنا واحدة ثانية هني. اوكي حلوين، خل اقوي الدمج. شو هذا ما حسبت حسابه، يا الله هذا ما حسبت حسابه. عرفتوا هاي المصيبة؟ كنت ناوي اسوي اتعلم هذه اخليها في الناس، مفروض اوصلها لاخر شيء بس ما قدرت. هذا عيب 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 عيب. ويا حاليا مضطرين نقول حق الحلو باي باي، نجيب واحدة ثانية. أيوة هذي باقي اللي بعد احتاج بس. أيوة كذي خلهم كله داخل الدائرة هذي. حلوين الوضع حاليا، حيل سريع يعني مثل ما شفتوا انتو، شغل مضبوط يا عمري يا عمري. مرحلة ما ينفع نزرع فيها نهائيا، نحط مات فلوس نهائيا ما نحتاجها، مو ما نحتاجها ما نقدر نحطها اصلا، فلازم نعتمد على الفلوس اللي نطلعها من الراوندات، ولا راح نبلع العافية اليوم. حلوين ناوي تسوي هذه الاخيرة، لان الاخيرة الصراحة جبارة، حيل جبارة. يا ساتر يا ساتر، اعطونا اعطونا رانت رانت يا بابا. بس ضمننا ان ما في شيء يطوفنا الحين، خلاص الحمد لله. فالحين نطور الحلوين هذيل، نبي بعد واحدة. ايوه ايزي ايزي، صار الوضع حيل ايزي. شوفوا ما يطوفون خلاص، هذول اللي نخاف منهم احنا اللي يطوفون ما راح يطوفون، هذا ما راح يقصرون، شغالين صح عليهم. الحين نحتاج ان يجيب لنا الامور الثانيه. الامور الثانيه شنو هي؟ نحتاج حفظين السلامه يجيب لنا هليكوبتر عشان الفلوس صراحه. اقدر احط واحده هنا؟ ايوه ابا اوكي يلا اخر شيء. اوكي خلاص افتكيت منها الحين، مفتكيه من هذه. الحين بنسوي شيء ثاني مال الهليكوبتر، هو تطويره الف النص اللي راح تنقذ منها. الهليكوبتر راح تقثنا لان ما راح تخلي التفافيخ يجدمون وايد، وعادي يكون ما يبينون بالخريطة عادي، كلهم من ورا واذا فجرينهم. اوكي حلوين يلا بلش راوند اللي بعده واللي بعده واللي بعده. انا اقدر احط برشاش الحلو هذا يخلص، بس يحطه وهو نيشن على المكان وبس، ما له داعي اسوي اي شيء، بس انا مو حاب الطريقه هذه. نبي نشوف التفافيخ هي تنفجر يعني، شو الفايده؟ حطينا ثبتناها نيشان واحد وخلاص، لا خلينا نشوف التفافيخ تنفجر، نشوف اللويل تصير. يا عمري انت. اوكي خلصنا 40 راوند، كمل. نحتاج هذه بعدها 2000. حلوين نجيبها. اوكي الوضع استراتيجي جي جي، الوضع حيل جي جي. 2550، واو مو شوية 2550 نهائيا، بس نجيبها ان شاء الله سهالات.
يلا يبناها، باقي لنا 10,000. الله الله يا الله، يلا 10,000 ان شاء الله ما تطول ويانا. خلينا نشوف هذه، اعطى واحدة كذي. يابا مضبوط. الحين نحتاج نطور هذا عشان نجيب الفلوس الزيادة، وايد الفلوس نحتاجها، نحتاجها بشكل مو طبيعي. يا حلو مو كذي، يا حلو يا حلو مو كذي، حيل مو كذي. اقعد هني يابا، عشان غيرك يطق، عشان غيرك يطق، عشان الاكس بي توزع حق الكل، ما يصير لك بروحك. حلوين، خلينا نشوف المرسى هذه شو تسوي. ان شاء الله ما انصدم، بس عندي واحدة يعني اقدر اسويها، ما اقدر اسوي اكثر. هاي صدقوا المفروض اسوي الرينج، يمديني ابيعها ولا لا ما ادري. بيعها، حط واحدة ثانية، حط الرينج. حلوين، اي ابا كذي تمام. نحتاج 21,000، 21,000 يعني مو شوية نهائيا. عطى كمان دو كذي. اي ابا شوفوا شوفوا شوفوا، لا ما نخاف من احد خلاص، احنا الحين ما قمنا نخاف من احد، ليه راوند 100 نقعد مرتاحين مو خايفين. كم واحد موجود؟ 2 3 4 5 6 قطع بس، 7 قول 7. اوكي 21,000 مو شوية. انا راح اغير مواقع السفن هذيل مع تطويرة الطيارة، احتاج اغير مواقعهم بشكل مو طبيعي. هذا كم يحتاج؟ 11,000 مو وايد، كلش مو وايد. هذا اوكي، يبنى اول وحده بينهم، اول شيء يجيب لي فلوس، اول شيء يجيب لي فلوس يبناها بوضع طبيعي، وضع سليم ما يخاف. احنا بس باقي الثانيه، ال10,000، ال10,000 هذا راح تطول شويه. هلا والله. اوكي كم احتاج؟ 11,000. يا عمري يا عمري، شوف شوف الرشاش، شوف الرشاش، شوف الرشاش، شوف شيء خيالي. انا راح اضطر احط صفوف خلفية، يعني احتاج صفوف خلفية، راح احط سفن ورا. اوكي راح اضطر نحط سفن ورا حق السالفة هذه. غيرها خلينا نشوف، نجيب سفينة، سفينة هني وسفينة هني. حلوين حلوين حلوين. يا عمري يا عمري، بسرعة سريع سريع. اوكي اوكي الحين نبلش نجيب فلوس، جيب الفلوس جيب الفلوس يا عمري يا عمري. خلينا نشوف شو يصير، شو يصير، ايش دعوة ايش دعوة، ما يصير كذي يا اخوك. بطور الاولى وفي النص، خلينا نشوف شو يصير ويانا. لا 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 مالك، لا ولد لا ولد، اوف زي ما يطلعون زي ما يطلعون.
مضطر احطها اطورها. حلوين هذي اتاك فيرس. واو تقطع الرينج الله حلوة بس لا ما احتاجها. خلني بحط الحلو هذا عشان ما ننظمه ظالمين نكون اذا ما حطيته. تطويرته شنو احتاج تطويره؟ تطويره احتاج تطويره في النص. حلوين وفاست نفس الحالة. هني نحتاج واحد ثاني تطوير سريعة. يا عمري الفلوس no money no funny. يا عمري يعني هذي خليتهم بس باك اب احتياطيا حاطهم ورا. بحط الحلو هذا هني ونحط وياه بحط له روبن. انا هذا مو معتمد عليه نهائيا. سوبر اوكي كاخر حل عندنا من حلول لانقاذنا من خسارة. خلينا نشوف راح اخسر براوند كم 100 وكم ما ادري. اتوقع راح اخسر براوند 120 140 150 توقعات يعني انه شيء خيال. في مساحة طال المساحة اللي عندي اياها اقدر احط لي طيارة واقدر احط لي هذا الحلو وهذا اقدر احطهم يعني الفلوس اقدر احط اثنين هني. اوكي في اشياء اقدر احطها مو ما اقدر مو مو ما اندبس على كل شيء. يا عمري يا عمري اسرع سريع. اوكي يلا 900 اخر شيء. اوبا الملك 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 هذا شوف 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 خيال 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 بشكل مو مو طبيعي حيل مو طبيعي. بس هذا باقي له 21,000. انا احتمال اضطر ابيعه عشان تشوف قوة السفن هذه. السفن نحتاج نشوف قوتهم. حلوين فالاحتمال نضطر نبيع. خلنا نشوف دي 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 upgrade شنو عندي. هذي وهذي تعالي هذي 4000. اوبا شنو هذا شنو هذا من اين لك هذا يا فتى؟ الا انا شفت الخمطة شفت اختطاف خسرت. جيم سريع كان يعني للأسف جيم سريع راوند 76. والله حلوة الجيم كان محاولة حلوة طيبة. وصلنا عند النهاية. يعطيكم العافية على المشاهدة. سلام.